بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم على اللايف سايكل بتاع الار بي سيز في الابل. في البدايه هنشوف اشكال الار بي سيز في الابل، وبيكون لها شكل مميز عن بقيه الحيوانات وعن حتى عن بقيه المقترات، وبيكون شكلها اوفال او اوفويد او بيسموها اليبتيكال، يعني الشكل بتاعها بيكون بيضاوي. ده كان عن شكل كرات الدم الحمراء، وده اللي بيساعدها طبعا على انها بتكون مور فليكسبل لتحمل السمولاريتي تشينجز. هنتكلم عن 5 نقط رئيسيه في الفيديو ده. هنتكلم على انتاج كرات الدم الحمراء، البرودكشن والستورج، والعوامل المتاثره على اللايف سبان لكرات الدم الحمراء، وكمان هنتكلم على الار بي سي كاونت والفاكتور اللي بتاثر على الار بي سي كاونت في الدم، واخيرا هنتكلم على الباثوي او الفيد بتاع الار بي سيز وناتج عمليه التكسير. دي المحاور الخمسه الرئيسيه اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده. بدايه هنتكلم على البرودكشن، والعمليه دي بيسموها عمليه الهيماتوبويسيس، والهيماتوبويسيس دي اللي هي عمليه الار بي سيز برودكشن، واللي بتتم في نخاع العظام او البون مارو عن طريق استخدام خلايا الجذعية او خلايا الستيمسل الموجودة في نخاع العظام، وبتخش في سلسلة من التطور من كرات الدم الحمراء لحد ما بتصل لخلايا الريتيكولوسايت اللي بتكون موجودة في البول مارو، واحيانا بتخرج الى الدم وبتتحول في النهاية الى الار بي سيز. وطبعا بيتم انتاج المكون الهام للار بي سيز اللي هو الهيم او الهيموجلوبين، وده اللي بيقوم بالوظيفه الرئيسيه لكرات الدم الحمراء، وهي نقل الاكسجين الى خلايا الجسم. ده كان عن عمليه الانتاج. طبعا الهيم بيتكون اساسا من الحديد، وهو عباره عن ذره حديد في المنتصف حواليه 4 حلقات من البورفيرين، واللي بتخش في تركيبها الفيتامين بي 12 اللي هو السيانوكوبالامين، والعنصر الكوبالت هو عنصر رئيسي في انتاج الفيتامين بي 12، والكبر طبعا مهم جدا ككاتاليست في الايرن ميتابوليزم، وما ننساش الفوليك اسيد اللي هو مهم جدا في انقسام خلايا كرات الدم الحمراء. دي اللي هي العناصر الرئيسيه اللي بتستخدم في انتاج كرات الدم الحمراء. عن التخزين بصفه اساسيه بيكون في السبلين او الطحال، لكن ممكن ايضا ان يخزن كرات الدم الحمراء في البون مارو. السبلين بيظهر دوره بشكل كبير في حيوانات السباقات، خاصه الخيول عنها في الابل، وده اللي بنلاحظه ان بيكون في سباقات او بيكون في ستريس على الخيل، السبلين بيضخ كميات كبيره من الار بي سيز في الدم، وده ما بيحصلش بشكل كبير في الابل. العوامل اللي بتاثر على اللايف سبان بتاع الار بي سيز، بدايه النورمال رينج بتاع اللايف سبان بتاع الار بي سيز في الابل حوالي تقريبا 90 يوم. طبعا ده بيختلف على عده عوامل، في عوامل ما بتكونش لها تاثير كبير زي الايج والسكس والبريد، دي عوامل ما بيكونش لها تاثير كبير قوي، ولكن التاثير الملحوظ بيكون ناتج عن الكلايمت تشينجز او الويذر، وده اللي بنلاحظه في فصل الصيف ان بيكون اللايف سبان بتاع كرات الدم الحمراء اطول وبتصل ل 120 يوم. كمان في عنصر هام جدا بيأثر على اللايف سبان واللي هو الاسمولاريتي، لان موضوع الالكترولايت اللي موجود في الدم والدهيدريشن بيكون لها تاثير كبير قوي في العمليه دي، وبتصل اللايف سبان ل 150 يوم في الابل. التغذيه لها دور مهم جدا، وبالاخص الفيتامين بي 1 الالكترولايت والاي تي بي اللي هو ناتج الهضم من الجلوكوز. العناصر دي لو حصل فيها اي خلل بتساعد على تكسير كرات الدم الحمراء. في عنصر هام جدا هو الكرونيك انفلاماتوري ديزيز، وخاصه لو كان في الكدني، لانه بيأثر طبعا على بشكل مباشر على الهيماتوبويسيس. ده كان عن الفاكتور اللي بتأثر على اللايف سبان للار بي سيز. الار بي سيز كاونت، بدايه النورمال رينج الار بي سيز كاونت في الابل بتبقى حوالي من 8 ل 10 مليون خليه لكل مايكرو لتر. دي طبعا نسبه كبيره مقارنه بحيوانات السباقات الثانيه زي الخيول اللي بتصل من 6 ل 14، او الكلاب زي السلوك اللي بتصل من 5 ل 8، لكن ده ما هوش الاساس، لان حجم الخليه مهم جدا في تحديد الكواليتي بتاع
الار بي سيز، وبنشوف ان حجم الخليه في الار بي سيز في الجمال هي الاقل او الاصغر بالنسبه للحيوانات الاخرى. ايه هي الفاكتور اللي بتاثر على البلاد سيل كاونت في الدم؟ هو هرمون رئيسي اللي هو بيسموه هيماتوبويتين او بيسموه الاريثروبويتين. الهرمون ده بينتج من الكلى. الاريثروبويتين هذا الهرمون الذي ينتج من الكدني، وهو العامل الرئيسي في التحكم في انتاج كرات الدم الحمراء. ارتفاع وانخفاض الاريثروبويتين بيتحكم فيه مجموعه من العوامل، اهمها بالنسبه للارتفاع نقص الاكسجين، وخاصه في الاماكن المرتفعه زي الابل اللي بتعيش في امريكا الجنوبيه، الابل الصغيره اللاما، والتدريبات والبلاد لوس زي الهيمولوسيس او الهيموروج. دي ايه اللي هي العوامل اللي بتاثر على الارتفاع. اما بالنسبه للانخفاض فالكرونيك انفلاماتوري ديزيز، وخاصه اللي بتصيب الكدني، وبعض الادويه زي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي بتساعد بالنسبه للابل بشكل كبير جدا على تليف الكلى. اخر نقطه في الفيديو ده اللي هنتكلم عنها عمليه تكسير او ديجنريشن او البريك داون او الهيموليسيس بالنسبه لكرات الدم الحمراء، وده بيتم بشكل وظيفي طبيعي فيسيولوجيكال او بشكل مرضي باثولوجيكال. الشكل الفيسيولوجيكال ده اللي هتناوله في الاول، وده بيتم اول حاجه ان كرات الدم الحمراء بتمر على ثلاث اعضاء رئيسيه اللي هو السبلين والليفر والبون مارو. هذه الاعضاء فيها خلايا ماكروفاج، الخلايا الماكروفاج بتكسر كرات الدم الحمراء وبتفصل الهيم عن الجلوبين، وهذا البروتين اللي بعد كده بيتحول الى امينو اسيد ويرجع للبون مارو عشان يكون الهيموجلوبين او يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء مره تانية. اما الهيم فاحنا بنقول ان هو عباره عن مركب يحتوي غني بالحديد، يحتوي على الحديد، الحديد بيرجع تاني للبون مارو لتكوين كرات الدم الحمراء، وكمان بيتحول عن طريق الباقي بيتحول عن طريق الليفر للبلوروبين، وهذه ماده سامه بتتحد مع الالبومين وبتكون الاندايركت او الانكونجوجيتد بلوروبين. والانكونجوجيتد بلوروبين ده لازم يحصل له عمليه ديتوكسيفيكيشن عن طريق ان هو بيتحمل له كونجوجيشن مع الجلوكيورينيك اسيد في الليفر، وبيتحول في النهايه الى كونجوجيتد بلوروبين ماده غير سامه او بيسموها الدايركت بلوروبين. في النهايه عندنا الدايركت والاندايركت بلوروبين، الاثنين مع بعض بيشكلوا التوتال بلوروبين، وده نسبته بتكون ضعيفه جدا في الابل، بتصل الى من 0 الى 1 ملي جرام بير ديسيليتر. البيلوروبين او الكونجوجيتد بيلوروبين بيتم افرازه عن طريق البايل في السمول انتستين ومنه الى الاستول، ولكن جزء منه بيمتص وبيرجع للدم ومنه الى الكلى، وبيتم افرازه في اليورين عن طريق ماده اللي هي اليوروبايلينجين، ودي اللي بتتاكسد في الهواء وبتتحول لماده اسمها يوروبايلين المسؤوله عن لون البول المميز. الباثولوجيكال باسوي، وده عده عوامل بتساعد على تكسير كرات الدم الحمراء او بيسموها الهيموليسيس او بيسموها الانترا فاسيكولار هيموليسيس. اول حاجه البلاد برازيل زي التريبانوسوما والانابلازما والبابيزيا والثيليريا، وده بيكون التكسير بطيء جدا وشكل وبيكون كمان كرونيك، عشان كده ما بيأثرش تأثير كبير على البيليروبين. زياده التدريبات وده بنلاحظه كتير جدا ومرتبط مع عوامل التغذيه، في نقص التغذيه ولو حصل نقص في الفيتامين بي 1 بالاخص او الفوسفورس او الاي تي بي برودكشن، ده خاصه الاي تي بي بنشوفه في ابل السباقات كتير انه بيساعد على تكسير كرات الدم الحمراء، معاها طبعا الالكترولايت. البلاد ترانسفيوجن وده اللي ظهر في الفتره الاخيره، نقل الدم، وده بنلاحظه كمان لما بنيجي نفحص السيرم في المعمل بنلاقي السيرم مايل الى الاحمرار. الكرونيك انفلاماتوري ديزيز ذكرناها قبل كده وقلنا ان الكرونيك انفلاماتوري ديزيز خاصه اللي بتصيب الكدني. بنلاحظ كمان ان بيكون الاعراض الكلينيكال باثولوجي ان يكون في زياده في اليوريا والكرياتينين. الادويه زي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري قلنا لها تاثير ضار جدا على الكلى، ودي حاجه خاصه كمان بالابل. واخيرا البكتيريا زي الكوليستريديا والباسيلا السيرس اللي بتعيش بشكل في طبيعي في الابل. ده كان عن الفيديو، وبنشكركم لحسن الاستماع.